أحييكم من مستشفى العمادي، وهذا برنامج بودكاست عين سنقدمه ليكون مادة ثقافية واجتماعية. سنتحدث في الطب والحياة والتجارب، ونستضيف جملة من مهارة الأطباء في مستشفى العمادي، لتكون هذه المادة على غير المعتاد حديثاً ممتداً متواصلاً. كما سنحاور اليوم الدكتور محمد أنس العظمة، استشاري أول الجراحة العامة والمناظير وجراحة السمنة. مرحبا دكتور أنس. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ أهلا بخير الحمد لله. دكتور محمد، عائلة العظمة عائلة عريقة في سوريا، فيها مفكرين وفنانين وأطباء. أذكر يوسف العظمة، الفنان ياسر العظمة. طبعا الكثير من الأعلام في العائلة، منهم الفنانين ومنهم الوزراء ومنهم الأطباء. عائلة عريقة الحقيقة، وكل عائلة عائلة محافظة، عائلة ثقافة وعلم. جميل أن يتعرف الإنسان على تاريخ طبعا عائلته وعائلات الآخرين، خاصة إذا كان يعني هذا التاريخ ممتد إلى حاضرنا. يعني أحيانا نتحدث عن بعض الأعلام في التاريخ ولكن يكون في هناك شبه انقطاع، ولكن اليوم أنا أتشرف بوجود حضرتك معنا دكتور. حضرتك لست الجراح الوحيد في العائلة، أيضا والدك جراح، مما أثر يعني في هذا من الطرائف أنك كنت أصغر جراح دخل غرف العمليات بوقت مبكر جدا. صحيح، كنت متفرج طبعا عندما كنت صغير في العمر. كان أدي كان عمرك؟ بالإعدادي، يعني 10 سنوات، 15 سنة، 14 سنة، 10 سنوات، ولكن الطفل غير واعي. ولكنك كنت مهيئا في لمشاهد العمليات، فهذا أمر كان طبيعي عندك. ربما التهيؤ النفسي يختلف، فالمشاركة بالعمليات يختلف تماما عن المراقبة عن بعد. تعرف أنه غرفة العمليات دخول إلى له طقوس ولها هيبة أيضا، التعقيم واللباس الخاص. نعم. وحتى الحذاء، الكمامة اللي، نعم، اللي أصبحت الآن ثقافة للعالم كله، ولكن نعم، هي بالأساس هي حصرا كانت في غرف العمليات. نعم. كل من يدخل غرفة العمليات يجب أن يرتدي الكمامة والغطاء الرأس واللباس النظيف المعقم. نعم. دخول إلى غرفة العمليات كخطوة أولى هو كسر للرهبة، ولكن التعمق، مجرد دخلت تلفت مع الجو، ولكن الخطوة الثانية هي رؤية العمل الجراحي بحد ذاته. كثير من الناس يعتبرون أمر مخيف أو مرعب رؤية الدم، رؤية صحيح جرح البطن مفتوح مثلا. نعم. أو هذا حقيقة له رهبته. وكثير من الناس البعيدين عن مجال الطب إذا شاهدوا مثل هذه المشاهد يصابون بالإغماء و نعم كرد فعل طبيعي. كل إنسان ممكن أنه يصيبه الإغماء بهيك حالة، هبوط ضغط وغشي. جميل. فإذا بعد هذه المرحلة دكتور درست الطب، خلصت، خرجت من الثانوية ودخلت الجامعة. يعني حبي لمجال الطب والجراحة بالذات هو من والدي. كل طفل يتعلق بوالده كقدوة. نعم. وينشأ ناشئ في التياني منا على ما كان عوده أبوه. تماما. والمهن الجراحة هي مهنة. مهنة حرفة يدوية، فن. طبعا لا ننكر أهمية العلم والأمور النظرية والمتابعة، ولكن الجراحة هي حرفة وفن يدوي. مو كل الأطباء بيبرعوا بمجال الجراحة. في كثير من زملائنا الذين بدأوا بمجال الجراحة غيروا إلى مجالات أخرى، اختصاصات أخرى، لعدم انسجامهم مع هذا الوضع وهذا الجو. فعدة عوامل تساعد في هل نستطيع أن نقول أن الجراحة هي ذروة سنام الطب؟ آخر الطب الكي، ولكن ليست الجراحة آخر ذروة. الجراحة هي فرع هام من فروع الطب. نعم. هناك أمراض جراحية علاجها حصرا الجراحة، ولكن الطب بحر.
علوم الأمراض لها أفاق كبيرة. نعم. وعلوم الطب من الأدوية إلى فيزيولوجيا وآلية حدوث المرض، فيزيولوجيا المرضية، والتطور الهائل التكنولوجي الحديث في مجالات طبية عديدة، ليس الجراحة وحدها هي التي تطورت. طبعا الجراحة هي القسم العملي الفعلي، نشاهد المرض بأعيننا ونلمسه بأيدينا ونعالجه بشكل مباشر. الأمراض، هناك أمراض أخرى علاجها بالأدوية سنوات طويلة أو فترات مختلفة، فتختلف المقاربة بحسب الاختصاص. دكتور، على سيرة الصناعة اليدوية وكذا، أنا كنت يعني قرأت ببعض كتب الطب التراثية قديما، يعني كانت الجراحة تسمى صناعة اليد. نعم. لأن اليد هي الآلة العاملة عندهم، وكانت مقدمة على العقل قبل أن تتطور العلوم والمعارف. فكانت العرب أيضا يعني لما ورثت علوم الطب عن اليونان كانوا يسمونها صناعة اليد. المهم، العرب كان لهم يعني سبق في كثير من العلوم، علوم الطبية، وحتى أنه أثر يعني في بعض التراجم، ولعلها تكون أول عملية تجميل أو جراحة أو شفط دهون، عن الصحابي المقداد بن الأسود، كان له غلام رومي قال له: أشق بطنك فأخرج منه شحما لتلطف، يعني لتصير رشيقا. فشق له يعني بمشرط أو شيء، وأثر بعدين أنه مات المقداد وهرب الغلام. ولكن من اللطائف أنه هذا الخيال العلمي كان موجودا عندهم، عم نحكي نحن من 15 قرن تقريبا. في بداية الطب عند العرب كان محصور بمجالات مختلفة. في الجاهلية كان مبني على السحر والشعوذة والعلاجات الخرافية والمعالجة بالأمور الغريبة. تطور العلم طبعا، تطور الطب عند العرب بتمازج الثقافات، الطب الفارسي والإغريقي واليوناني إلى آخره. جميل. وتركز التداخلات، خلينا نحكي على الجراحة، التداخلات كانت في عند العرب تنحصر في ثلاث مجالات. هي الفصادة والكي والحجامة. نعم. هي كانت التداخلات الجراحية بهداك العصر. جميل. إضافة لمعالجة الكسور، كانت الكسور معروفة. حتى على زمن يعني على زمن الفراعنة. نعم. كان هناك توصيف للأمراض، وجدت معالجات الأسنان مثلا، البدائل الأسنان الجسور اللي بنسميها حاليا. كان جدع الأنف عند العرب القدماء يقومون بتصنيع بدائل من الذهب بدل الأسنان وبدل الأعضاء. طبعا هذا كله تطور مع الزمن. جميل. بالإسلام الطب كان على شقين، الطب الوقائي والطب العلاجي، وهذا ما ورد في السنة النبوية الشريفة. جميل. ففي الأحاديث الصحيحة ورد ما يشير إلى الطب الوقائي: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. الحث على العلاج: تداوى عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا وجعل له دواء. هذا الحديث الأول دكتور الذي ذكرته هو خلاصة الدايتيشنز اليوم الوقائي. نعم. مراكز التغذية المنتشرة. صحيح. اليوم. صحيح. كالنار في الهشيم يعني. صحيح. يعني وما ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وسلم. نعم. كان صلى الله إلا وحي يوحى. طبعا تطور العلم عند العرب المسلمين بعد بداية الإسلام في العصر الأموي والعصر العباسي بامتزاج الثقافات، وظهر علماء أعلام طوروا الطب بشكل عام والجراحة بشكل خاص. جميل. منهم الرازي، ومنهم الزهراوي. الزهراوي أبو القاسم الزهراوي. أبو القاسم الزهراوي. نعم. من 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 الأعلام في العالم. عمليات جراحية، كان يجري عمليات جراحية. حقيقة كان موضوع الجراحة في ذاك العصر محدود. ساهم في تطور الجراحة في العصر الحديث وتحديدا في القرن التاسع عشر ثلاثة أمور أساسية. الأمر الأول هو تطور علم التخدير. نعم.
ظهرت بالمواد المخدرة مثل الإيتر والكلوروفورم ببداياتها طبعاً هي اللي ساهمت في تطور الجراحة. من الصعب جداً إجراء عمل جراحي دون تخدير المريض. صحيح. فكان معظم الإجراءات الجراحية التي تجرى عمليات البتور، عمليات شق الخراجات، إجراءات جراحية البسيطة، تثبيت الكسور، كانت مؤلمة جداً. كانوا يستعينون ببعض المخدرات البسيطة، ولكن تطور المخدرات، أسس مواد التخدير الحديثة اللي بني عليها علم التخدير الحالي، صح، هي اللي ساهمت في تطور الجراحة. طيب دكتور، أنا يعني أريد أن أنتقل إلى الحديث عن السمنة. يعني حضرتك من أشهر الأطباء في هذا المجال، ومستشفى العمادي أيضا علم على جراحة السمنة. إذا ذكرت هذه العمليات تذكر مستشفى العمادي أولا في الدوحة. السمنة نفسها يعني متى صارت عيبا؟ كانت الناس قديما تعتز بكروشها، أو حتى أن المرأة كانت المرأة البدينة أو السمينة هي المرأة المرفهة، حتى أنهم بنت العز طبعا كانت تذكر حتى في الأشعار، كانوا يسموا المرأة الممتلئة خرساء الأساور، لأن الشحمة يمتلئ في الرسغ فيخرس هذه الأساور، فهذا من دلائل الرفاهية عندهم. وبعدين عندنا بالأمثال الشعبية بيسموه كرش الوجاهة، فما كان هذا المفهوم شائع؟ متى صار هذا الأمر عيب؟ يعني اليوم الإنسان يعير بسمنته. السمنة حقيقة هي نتيجة الحضارة والرفاهية في الحياة والوسائل الرفاهية الحديثة، السيارات، قلة الحركة. حياة الإنسان بتطورها في السابق كانت مبنية على الحركة. الإنسان يتنقل بالمشي، أو حتى تنقله على وسائل الانتقال القديمة من دواب وإلى آخره، كانت تتطلب الحركة، والحركة هي أهم عامل يقي من البدانة حسب مفهوم البدانة الحديث. طبعا لا شك كان في ناس يصابون بالسمنة، ولكن السمنة المفرطة، السمنة المفرطة الشديدة المرضية أصبحت مرضا في العصر الحديث، وهي من أمراض العصر. متى يعني خصصت أنها مرض؟ يعني سمعت مؤخرا في نهايات القرن الماضي. وهذا كان أحد أهم أسباب تطور الجراحة البدانة، لأنه ظهر المرض بشكل واضح وأصبح انتشاره عالمي، فاهتم بها العلم، أصبح العلم يبحث عن حلول لعلاج هذه المشكلة، لأنها أصبحت recognized، يعني صار في مرض اسمه بداني. كانت حالة يصاب بها الإنسان، زيادة وزن. طيب دكتور، بما أنه نحن يعني بودكاست وعم نحاول نتوجه بشكل ثقافي واجتماعي للجمهور، خليني أسأل بشكل مباشر مثل ما بيقولوا من دون لف ولا دوران، ما في شيء بتعتبره مثل ديكتاتورية الرشاقة، إذا فينا نسميها، أنه فرض على الإنسان أن يكون رشيقا؟ المستشفيات يعني ما بتوجه الناس لهذه العمليات، وأحيانا قد لا يضطر الإنسان أو لا يجب عليه إجراء هذه العمليات. الرشاقة مفهوم مهم جدا في الحياة. الرشاقة هو سهولة الحركة، أن يكون الإنسان رشيقاً، أي أنه يستطيع الحركة والقيام بالحركات المختلفة بجسمه، يتنقل بسهولة. مفهوم الشائع بين الناس المرتبط بالجمال هو حقيقة من تنميط الجمال، يعني صار في تماماً أصبح يعني صار في غسيل للدماغ، صار في استنساخ يعني لتجارب أمم أخرى على إسقاطها على أمم عندها مفاهيم ثقافية ثانية، عارضات الأزياء ومقاييس الجمال الحديثة وفق المفهوم الغربي. هو أثر حقيقة، يعني أصبحت الناس تحاول الوصول إلى النموذج الذي يعتبر جميلا، ربما اختلف مفهوم الجمال بين عصر وآخر. نحن نتكلم عن المفهوم الطبي والمفهوم الصحي للرشاقة، وهو أمر مختلف عن مفهوم الجمال. أنا إذا بدي أسأل دكتور أنس سؤال مباشر، إذا جاءك إنسان
عنده كرش وضعه تمام، بس عنده هذه المشكلة مسببة له عقدة نفسية ربما، هل تجري له العملية؟ الأمر له قواعد وله شروط. نعم. وطبعا في استثناءات. يعتمد في موضوع إجراء عمليات، عمل جراحي هو عمل جراحي نقوم فيه بالتداخل على جهاز الهضم، نقوم فيه بالتداخل على المعدة والأمعاء أحيانا، نقوم باستئصال جزء من عضو سليم هو المعدة، وهذا الأمر لا يجوز أن يجرى إلا بوجود مرض، وجود حالة مرضية من البدانة. يجب أن يكون خطر البدانة والسمنة على الشخص أكثر من خطر العمل الجراحي نفسه، فهذا المقياس حساس جدا وهام جدا. عمليات الدكتور أنس اللي أجريتها قديش بتعطي نسبة لنجاحها؟ مشكلة عمليات السمنة أو عمليات البدانة أنها لا ترتبط بالعمل الجراحي وحده، هناك ما يتبعها. العمل الجراحي هو جزء هام جدا بعدة آليات. أولا اختيار العمل الجراحي المناسب للمريض المناسب. مو كل الناس بيناسبون نفس العملية. في عوامل تساهم باختيار العمل الجراحي، عمر المريض، درجة بدانته، عاداته الغذائية، الأمراض المرافقة عنده. فنحن بنحاول نوجه المريض لاختيار العمل الأنسب لوضعه. فأحد أسرار نجاح العملية اختيار العمل الجراحي المناسب. السبب الآخر لنجاح العمل الجراحي هو إجراءه بشكله الصحيح وبتكنيكه الصحيح. تعرف الجراحة في قسم تقني صحيح. كتير مهم أنه يجرى على أكمل وجه. هذا ما ذكرته يشكل 50% من نسبة نجاح من نتيجة العمل الجراحي. 50% الأخرى هي تتعلق بالتزام المريض، التزام المريض بنمط الحياة بعد العمل الجراحي، بنوعية التغذية بعد العمل الجراحي، بتعليمات الطبيب بعد العمل الجراحي. لأنه بالأساس البدانة أمر معقد لا يرتبط بعامل واحد، هناك عدة عوامل هي أوصلت الشخص لأن يكون بدينا بدانة شديدة مفرطة وأن يصاب بمرض البدانة. الجوانب النفسية والاجتماعية لموضوع التخلص من البدانة حقيقة مجال كبير جدا وجميل جدا وممتع للجراح وقت بشوف نتيجة عمله مباشرة. وحقيقة إذن ببارقة الأمل هذه أود أن أنهي هذا اللقاء الجميل الذي لا يمل. حاولنا أن نعرج على تاريخ الطب، تاريخ الجراحة، تاريخ السمنة، دكتور محمد أنس العظمة في مستشفى العمادي. مرحبا بك مرة أخرى، ونتمنى أن تجمعنا لقاءات ثانية في وقت ثاني. شكرا للمتابعة مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.